معالجة نفسانية مختصة في العلاج المعرفي السلوكي. احنا في المحصحة ديال كلينيك الاندلس. هنا الخدمة ديالنا اللي تنديرو لابيتود هي لا بريز ان شارج ديال الانسان اللي تيكون مدمن اول حاجة، وعندنا بعض المرضى تيكونوا تعانيو مرض نفسانية اللي تنساعدوهم باش يقدروا يعود يكون عندهم حياة طبيعية باش يندمجوا في الحياة. في المشكل ديال المدمن ان جينيرال اللي تتكون عنده لا بريز ان شارج تتكون المشاكل ديال الادمان على الكوكايين، ادمان على الحشيش، والادمان على بعض اشياء اخرى بحال الدواء اللي تدير الادمان البنزوديازيبين. هادو تنصبوا فيهم بزاف الناس اللي تيقدروا يكونوا مدمنين عليهم. دونك في لا بريز ان شارج ديال الادمان تنديروا لي ثيرابي جروب. دونك تينعس المريض هنا واحد المده اللي تتحددها الطبيبه دكتور قنديلي، تنحطوها حنا في ليكيب كلنا مع المريض ومع عائلته،
وداك الساعات تنديروا له واحد البروغرام ديالو، حيت كل مريض عنده بروغرام ديالو خاص ليه. بحال دابا نقدر نعطيكم واحد المثال ديال واحد المريض اللي عنده دخل لنا عنده 16 عام، ما بقاش في الدراسه ديالو، تخلى على الدراسه ديالو، بدا تيتخلى بشويه بشويه على العائله ديالو، يعني تيبدا يخرج في الزنقه ويبقى يبات عند صحابو ولا ما تعرفوش فين كاين دابيتود. دونك حنا خدينا هذا الطفل هذا اللي هو الطفل حيت عنده 16 عام، الله راه صغير، وخدمنا معاه واحد الخدمه سبيسيفيك ليلو. شنو هي الخدمه سبيسيفيك ليلو؟ يعني درنا معاه دي سيونس عائليه، دونك لا ثيرابي سيستيميك، ودرنا له واحد البروغرام ديالو اللي شويه بشويه رجعناه للدراسه ديالو، راه تيحترم الوالد ديالو، تيحترم الام ديالو، وتيقدر يبقى في المحيط العائلي بواحد الاحترام اللي هو تندمج يعني الاشياء اللي نقدروا نديروا في الدار، يعني تغسل المواعن، تيصوب الفراش ديالو، وهو ناعس هنا، يعني تيكون عنده واحد يوم في السيمانه اللي تيمشي عند العائله ديالو، وخصو يعطيني واحد الغابور حيت انا تنتبعو في هاد لا بريزون شارج، ان شنو دار مع عائلته، شنو دار مع الوالده ديالو، شنو دار مع الوالد ديالو، وشنو دار لدارو. دونك هادشي كلهم من تنسميوها لا بسيكو ايديكاسيون، اللي هي اشياء مهمه بزاف اللي الواحد خصو يهتم بها، حيت العائله والتربيه ماشي غير هي غير دراسه ولا غير احترام مع الاباء. التربيه هي واحد مجموعه الاشياء، خص كل واحد والانسان والطفل والمراهق يكون محترم لا كوميونيتي ديالو، يعني لانفيرونمون، محيط معمن تيعيش، ويحترم الاهل ديالو، ويحترم المدير المدرسه، ويحترم الاستاذ ديالو، ويحترم التلاميذ المدرسه اللي بغا يقراو، اللي خصو يحترمهم باش يخليهم يقراو، وهو يكون عنده واحد الاراده باش يقرا، باش يكون حياته، باش يتكون حتى هو. هادو مهمه اللي انا تنعتبرها كمهمه ديالي كمعالجه نفسانيه، اللي انا تنعتبر نفسي انسانيه وخصني نعاون الاخرين. هذه عندي تنعتبرها كحاجه خصني نديرها في الحياه ديالي، وحاجه خصني نديرها مع المجتمع ديالي. دونك تنساعد واحد الاسر باش يقدروا يحسوا براسهم مرتاحين مع وليداتهم، ويقدروا يقولوا ان ولادهم غيزيدوا في الحياه ديالهم وغيتكونوا ان شاء الله. وبعد الاخرين عندنا، حيت ماشي بحال الوليد ولا البنت اللي عندها 15 و16 و17 عام حتى ل 20 عام لا ليميت، بحال الولد اللي غناخذو ما بين 20 و24 عام، وبحال الطفل اللي غناخذو ما بين 25 و30 عام. كل هادشي، كل حاجه من هاد الاشياء عندها بريزون شارج ليلها وبروغرامي ليلها، مغير بيان سور تكون واش هو قاري ما قاريش، وباغي يخدم ولا خدام، وقف الخدمه. كل واحد عنده شي بريزون شارج سبيسيفيك. دونك من بعد 30 عام تتكون لا بريزون شارج بارتيكولير، حيت يكون واحد الدماغ مولف بشي اشياء اللي خصنا عاد حنا نعودوا داك الاشياء، ونعودوا نركزوا على اشياء اخرى في الحياه ديالو اللي غيهتم بها. دونك تنظن ان الاشياء اللي تديروا المعالج النفساني والطبيب النفساني هو مهمه كبيره لتتخلي بعض الاسر ينسحوا ويصيبوا ان كاين حل لكل حاجه. وحنا الفرصه ديالنا نقول الصحه ديال هذه المصحه وهاد ليكيب ديالنا، سورتو ليكيب هي ليكيب ديالنا، الصحه ديالها والفرصه ديالها والقوه ديالها هي تنصيبوا حل الاشياء، وتنجلسوا وتنتكلموا على كل كا، حيت شاك كا ايتان كا بوحدو، ايتان كا اونيك، تنتكلموا عليها وتيكون عندنا واحد النتيجه اون جينيرال ممتازه اللي كل واحد تيكون فرحان بها. حنا كاطباء كمعالجين وكايكيب وليزانفيرمي، حيت ليكيب هي ايكيب كبيره تبارك الله، فيها من ايكيب دانفيرمي غنخليكم نقدموها لكم، ايكيب دو بسيكو ايدوكاتور، دو بسيكولوج، دو ميدسان، اي دو بسيكياتر. دونك هادو كلهم
في ليكيب تيخدموا وتساعدوا هاد الانسان اللي بغى هو يتحسن حياته باش يغير حياته ويزيد لقدام ويخطط في الحياه ديالو ويربح الثقه في النفس. مهمه بزاف ان الواحد يقدر يعتبر راسه ان اي وقت في الحياه ديالو كله يتعلم ويربح الثقه في النفس ديالو. الضغط السؤالات في انستغرام، انا ما عنديش الضغط حيت انا هاد المهنه درتها حيت تنبغي نساعد الناس، وقريت هاد القرايه اللي هي قرايه طويله 5 سنين في عامين في عامين في عامين، دونك اللي غتخليني باش نبغي نساعد الناس في وقت الكوفيد وكل شيء عنده اسئله وبزاف ديال القلق عشناه، دونك خلاني ان نفرح حيت قدرت نجاوب على بزاف الناس ونفهم بزاف الناس شو هو القلق، شنو هي الاكتئاب، شنو هو بزاف ديال الاعراض، شنو هو لو بيرفير، شنو هي المتلاعب لو مانيبيولاتور. والناس دائما الله يكثرهم بخير والله يعطيهم الخير كانوا دائما تيساعدوني، حيت كان عندي واحد الصعوبه حيت انا قريت بالفرنسيه وكانت عندي صعوبه باش نعبر بالعربيه، والحمد لله نتوما كلكم اللي ساعدتوني باش نبدا نعبر بواحد العربيه اللي رجعت عندي سهله اكثر واكثر، وان شاء الله مازال غنتحسن، حيت دائما كانت تعطيوني كلمات اللي كنت نغلط، وكل دائما كان كل شيء تساعدني، وانا فرحانه بزاف اللي وصلت لهذا المستوى على حيت نتوما اللي جعلتوني نوصل لهذا المستوى، حيت كان عندي واحد الرغبه ان نوصل لكم الميساج، حيت ما تنبغيش يبقى شي واحد بلا ما يفهمش شي حاجه. هذاك الشيء علاش ملي تكون عندي شي سؤال في الانستغرام ديالي دائما كنجي غتكون عندي شي وقيت ندير هكا ندير الانستغرام ديالي تنقلب واش كاين شي واحد سالني شي سؤال وتنجاوبو في ميساج فوكال، حيت ميساج فوكال تخلي نعبر على الشعور ديالي وتسمعوا الحلق ديالي وتسمعوا لي زانطوناسيون ديال الحلق ديالي، تنقدر نسمع انا الحلق ديالهم. هذا يعني تنعتبر ان ماشي حيت انت في مدينه اخرى ولا في شي مدينه صغيره ما عندكش طبيب نفساني ولا ما عندكش استطاعه باش تمشي للطبيب ولا معالج نفساني، ما يمكنلكش تعرف ولا تفهم. كل شيء خصو يعرف وكل شيء خصو يفهم، كل شيء عنده الحق يعرف ويفهم ويكون عنده واحد الجواب، وانا فرحانه ومفتخره بهاد لاكاليتي هاد الايجابيه اللي عندي في الاخلاق ديالي. هادو الاخلاق ديال الواحد، وكل واحد وعنده الاخلاق ديالو. والحاجه الاخرى اللي تنقدر نساعد فيها وانا فرحانه بزاف هي بزاف ديال الناس تيجي وتبغيو يتعرفوا على شخص باش يتزوجوا به باش يديروا بوتيتغ علاقه جوزيه، ولكن تيدير واحد الخطوه نقدر نساعدهم باش ما يبقاوش داك الخلعه داك الخوف، حيت تنعرفوا ان بعض الناس يكونوا ما عندهمش القدره باش يديروا داك اول با، دونك هادشي كلشي حاجات واحد تيكون عنده واحد القلب باش يساعد الاخرين، وهذا انا من لي كاليتي ديالي. كلمه اخيره دكتوره مع نصيحه للناس وكلمه اخيره. الو كلمه اخيره والنصيحه اللي نقدر نعطيكم كلكم، من الواحد يكون عنده مشكل ديال اللي ما تيفهموش، يعني تكون قلبك تضرب وتكون مزير وما تخليش راسك بهذه الحاله النفسانيه، سول سير عند طبيب سير عند معالج نفساني باش ترتاح، حتى انت عندك الحق ترتاح، ماشي حنا ما كناش نعيشو نبقاو موترين دائما، كل واحد عنده الحق يرتاح. ومن يعطيك الطبيب ديالك دواء ديال الاكتئاب ما تعتبروش كشي حاجه ما مزياناش، دواء الاكتئاب هو شي حاجه ممتازه في السيروتونين باش تطلع لو نيفو ديال السيروتونين ديالك بحال فيتامينات للدماغ اللي غيساعدوك باش تحس براسك عاوتاني في حاله الحيويه. ما تخليش راسك ما تعداش راسك وتخلي راسك مريض، حنا هنا باش نساعدوكم. فوالا كل نهار في الصحه عندنا العلاج الجماعي. العلاج الجماعي اللي هو تيتركز على تنديرو
دير الثقه في النفس لا ثيرابي دافيرماسيون دو فوا. تنديرو اوسي بور الناس اللي تيكون عندهم الادمان كيفاش منعوش نتحصل على الادمان ديالي وملي غنخرج ما يكونش عندي مشاكل ونعرف شنو اللي خطر ليا. وتنديرو لا ثيرابي يعني تنديرو لا بانتور لو ديسان هادشي كلشي تيخلي الباسيون يعبر على الشعور ديالو اترافير لو ديسان ولا ثيرابي. دونك اليوم اللي غنديرو هو ثيرابي ديال الثقه في النفس. دونك الثقه في النفس هي حاجه بحال اللي قلت لكم واحد دائما تقدر يربح الثقه في النفس ديالو. بحال دابا كريمه كريمه هي ملي تخدم الثقه في النفس ديالها غتخدمها ملي غتمشي تشعل البوطه ملي غتمشي ياك كريمه ولا غترجع للمدرسه ملي غترجع للمدرسه ولا نجحتي في النهار اللي غترجع للمدرسه فيه شنو شنو كيفاش تحسي براسك لا كونفيونس ان سو الثقه في النفس غتكوني ربحتيها. دونك غنطلب الباسيون يدير واحد الرسم داك الرسم تيكون سميتو لا سي ان تيست بروجيكتيف يعني كيفاش هو تيبروجيكا في داك التيست ديالو في داك الرسم كيفاش يشوف راسو كيفاش يشوف عائلته كيفاش يشوف المحيط ديالو وكيفاش تيشوف الاخرين. هو تو ديبون على شنو رسم يعني الا كان غيرسم راسو راه هذاك الرسم اللي غيرسم اللي فيه راسو كيفاش يشوف راسو واش هو بنت ولد صغير كبير واش فرحان واش مكتئب وهذاك الرسم تيخليه يتحسن ويدير علاج على نفسه. دونك حنا عندنا الرسم مهم بزاف كيف لا ثيرابي ديال لا كوزين اوسي لا ثيرابي ديال لا كوزين المومون اللي تيطبخوا عندهم نورمالمون مره في السيمانه تيديروا الطبخ مع ان بسيكو ايديوكاتور اللي داك الطبخ تيخليهم يحسوا براسهم ان يقدروا يعتمدوا على راسهم يقدروا يصوبوا حاجه اخرى في الحياه ديالهم وينجحوا فيها. دونك اون بو ديسيني عليلي ديسيني مو لو بونوم تيير مو جادور ديسان لو بونوم تيكون داير لي فونيتر تيدير الشراجم و تيكون شادهم هكا وشاد بزاف المحلات وما كاينش شي حاجه مفتوحه ان هو راه مشدود عليه فشي بلاصه حاس براسو ان هذا الشعور ديالو تيخلينا تيعبر بالرسم على الشعور ديالو. واللي حاجه مزيانه اللي طلعت انا في هذا الرسم هو هاد الشمس هادي الشمس تتخلينا نقولوا ان كاين واحد الاب اللي تيحس براسو هو محمي بواحد الاب يكون عنده اب ولا ما يكونش عنده اب ولا يكون معتبر ان كاين شي واحد اخر اللي هو تعتبره كأب. دونك هاد الشمس تتخلينا نقولوا ان واخا هو حس براسو مغموق عليه شد عليه عنده تيحس براسو ان هو محمي من شي واحد. اليوم نذكروا على التربيه العلاجيه او ما يسمى بلا بسيكو ايديكاسيون
داخل مصحات الطب النفسي والعقلي، وفي مصالح اللي تاخذ اون شارج المرضى المستفيدين من هاد من الخدمات ديال هاد المصحات. التربيه العلاجيه هي من بين الوسائل الاساسيه اللي تتخلي المريض مستعمل الطب النفسي والعقلي انه يتفادى العوده، ما يسمى بالعوده السريعه او الازمه بعد الاستفاده ديالو من مده علاجيه خاصه. التربيه العلاجيه هي مجموعه من الانشطه اللي تدار داخل المؤسسه بمعيه مجموعه ديال المتدخلين اللي تكونوا سواء اللي تكونوا كمنشطين الورشات واطباء اللي تياخذوا المرضى بشكل مباشر واخصائيون نفسانيون. التربيه العلاجيه هو واحد المسلسل اللي تندخلوا فيه المريض هو والعائله ديالو. علاش هو والعائله ديالو؟ لان المريض يعيش في المحيط ديالو الاسري والاجتماعي. هذاك المحيط الاسري والاجتماعي خصنا حتى هو نخدموا معاه ونعطيه جميع المعلومات والطرق للتعامل مع المريض باش يحافظ على استقرار الحاله ديالو. التربيه العلاجيه تتاخذ مجموعه من الاشكال ومجموعه من الصور. من بين الاشكال اللي تتاخذ التربيه العلاجيه تقدر تكون في اطار مجموعات علاجيه، يعني سكون لابيل غروب دو بارول، او عن طريق حصص فرديه. وتتاخذ ثلاثه المحاور اساسيه. اول حاجه تتاخذ محور الخاص بالمرض، تشخيصه، علاماته والاعراض ديالو. ثاني حاجة المحور الثاني تتاخد التربية العلاجية هو الدواء وانعكاسات ديالو السلبية، ثم ما هي الفوائد ديال الدواء. المرحلة الثالثة هي ربط العلاقة مع المحيط الخارجي والمحيط الأسري عن طريق إعطاء مجموعة من الوسائل الأساسية اللي تتسهل على المريض أنه يندمج في إطار برنامج إعادة تأهيل عن طريق إما أنشطة يومية داخل أهداف تكون مرسومة بشكل محدد متوسطة أو بعيدة المدى، وكذلك عن طريق إدماج المريض في الحياة اليومية. إذن بصفة عامة التربية العلاجية هي وسيلة من وسائل اللي تتخلي المريض يحافظ على استقرار الحاله ديالو، وتتخلي العائله تتفهم المرض وتتولي واعيه به، وبالتالي تتسهل عليه هو والعائله ديالو التعايش مع المرض النفسي والعقلي واعاده تاهيله داخل المجتمع. بالنسبه لجائحه كورونا وخصوصا هذه الجائحه اللي هي ظاهرة وبائية جديدة في المغرب اللي احنا عشناها، وكذلك عشنا تجربة جديدة عن طريق ما يسمى بحالة الطوارئ الصحية وعن طريق الحجر الصحي. هاد التدابير الإجرائية الصحية وكذلك الأمنية أعطت واحد مجموعة من أشكال ديال الضيق والتذمر عند جميع المغاربة، وخاصة الناس اللي تتكون عندهم واحد نوع من الهشاشة النفسية اللي ما تتكونش بينها، يعني ما تتكونش فضوحها. الحجر الصحي فضح الهشاشة النفسية ديال الأشخاص وديال الأسر، وهذه الهشاشة النفسية اللي بانت في حالات القلق والتوتر الحاد، بانت في حالات ديال الحزن، بانت في حالات ديال الاكتئاب، بانت في حالات ديال العلاقات اللي تتكون علاقات متوترة داخل الأسر، بانت في حالات ديال الغضب وإلى حد أقصى حالات انتحار. إذا جائحة كورونا من بين الأشياء اللي فضحت الهشاشة النفسية ديال مجموعة من المغاربة ومجموعه ديال الناس اللي حتى يحاولوا غير تيدمروها تيخزنوها
او تحاولوا تصرفوها في مجموعه من الاشكال ديال التصعيد الاجتماعي والنفسي. هذه الجائحه بالفعل اعطتنا جوج دروس، كاين الدرس اللي ايجابي هو كيفيه التكيف مع الذات واحتمال الذات والدخول في علاقه مع هذا الذات، واحد علاقه سليمه من اجل الفهم ومن اجل القدره على التكيف مع الوضعيات. والدرس الثاني هو بالفعل بيدات على هشاشه البنيه الاجتماعيه والنفسيه للمغاربه. وجائحة كورونا دائما تبقى واحد جائحة لا تبقى في التاريخ النفسي والاجتماعي للمغاربة، اللي دائما اللي عطاتهم كذلك مجموعة من الوسائل وطرق التكيف وإعادة التكيف مع الوضعيات سواء الاجتماعية الاقتصادية وكذلك النفسية. إذن هذه الجائحة بانت لنا في إطاقات متوترة ما بين الأشخاص، بانت في العلاقات المضطربة داخل سلوك الأطفال، مثلا بانت في التركيز للأطفال، بانت كذلك في التوتر عند الأطفال، بانت في السلوكات العدائية، بانت في السلوكات المضطربة داخل الأسرة الواحدة. إذن هذه الوضعية العامة التي تعيش المغاربة وتعيش العالم كامل هي واحد الوضعية اللي تتبين أشكال الهشاشات النفسية اللي تتكون عندنا حنا. عصام 26 سنة، جيت هنايا للمصحة وفواحد الحالة بديت تندخل في الهواء الواسع، كنت نتعاطى المخدرات بزاف، جابوني الأهل ديالي هنايا وأنا ما عقلش، خدموا معايا الناس اهميه ديال الدواء، عرفت اهميه ديال الدواء، شفت بزاف ديال الحوايج، عرفت كيفاش غادي نخرج من هذيك الحفره اللي كنطيح فيها ديال الادمان، الخسران ديال الفلوس، حتى تمشي العائله ديالك تتلقى معها مشاكل، تلقى المشاكل مع المجتمع، كنت نقرا مزيان، وفي واحد اللحظه كل شيء بدا يتبدل، حياتي تبدلات، تقلبات واحد 360 درجة، مي الحمد لله الحمد لله، لقيت دابا لقيت أنني وليت مزيان ومعاهد الناس عاونوني بزاف، تعلمت كيفاش درت واحد البروجي دو في، وليت تنعرف بحق الوقت، وليت تنعرف بحق ديال الفلوس، بزاف ديال الحوايج زعما اللي نقدر ننصح ننصح كل دري صغير ميمشيش في البلية حيت هاديك الطريق، وبعد من الناس اللي غادي يجروه الطريق الخايبة حيت هذاك الشيء ما منو حتى شي حاجة. لي زاكتيفيتي اللي تنديرهم هنايا سيدي هما تيشوفو معانا كاينين دي كوتش، كاينين معانا دي سيكولوج، كاين الأهمية ديال البسيكياتر، حيت الطبيب تيكون عندهم هذاك الشيء زعما هذاك الشيء تيكون عندهم مزيان هنايا، كاين واحد السويفي مزيان تيعلمو كيفاش تخرج من هنايا، كيفاش ما تعاودش تطيح في داك الشيء اللي كنتي فيه، ما ترجعش الادمان، تعرف كيفاش ترجع لقرايتك، لو كنتي خدام تيعاونوك في الخدمه كيفاش ترجع للخدمه مزيان. الحمد لله مزيان نفعتني هذه. الى عجبك الفيديو خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.